شكرا، سبحان الله خاطرتي خالديات اليوم، سميتها لا غالب ولا مغلوب، لا غالب إلا الله، نبينا شوينا طبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحين لحظة الإفطار، يا رب تتحقق الأمنيات ولا غالب ولا مغلوب، على قالوا الويه على ما قالوا الكويتي الويه من الويه أبيض. إن شاء الله نكمل مسيرة الآباء والأجداد والأمهات والجدات. شهر رمضان سبحان الله يجينا وإحنا يعني مو متفقين، يعني سجلنا الحلوة كل دولة يصير فيها معارضة وكذي، بس أمر الله إحنا يعني. وانتوا على العموم توجهوا إلى الله، ابتهلوا إلى الله، لأن الله لا ناصر إلا الله، تنحل العقدة هذه ولا غالب ولا مغلوب، 50-50 هي الدنيا كذي، اللي ياخذها كله يهده كله، بس هو ان شاء الله يعني احنا نراجع نفسنا، نراجع اعمالنا. غير الكويتي القرارات اللي سويناها مالت الستين الرسوم والرسوم الطبيه الاقامات، نحل مشكله البدون، هاي تسكره الملفات برمضان، عشان الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحل المناسب، لا غالب ولا مغلوب. كذي شهر رمضان هو شهر ختمات القرآن وشهر الصدقات والطاعات، على أساس أن الله سبحانه وتعالى الأجر فيه مضاعف. فأنتوا سووا قرارات حلوة وراضوا اللي تقدرون تراضونه، عشان الله سبحانه وتعالى يمنحنا ويمنحكم الحل المناسب. ومثل ما يقولون 50-50 سبحان الله، ماكو احد حتى بصحته 100-100 ولا بفلوسه ولا بحياته، اشوفه سبحان الله. ان شاء الله ان احنا شهر رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، احنا الحين في المغفره، فنستكثر من الاستغفار ونسهل الامور على الناس، وما تطلع قرارات شو اسمه مثل ما يقولون يعني كافي القرارات اللي هذا الحين كله سووا قرارات كلها حلوة تسهيلية، حاولوا تحلوا مشكلة القروض الكويتيين، مساعدات اجتماعية المرأة زيدوا معاشاتها، عدلوا الأمور الشوارع، الكويتيين سهلوا حياتهم عشان هم أغلبهم خوال وأنسبة وأهل وعاشوا بهالبلد المعطاء، ويخدمون. شوفوا هذا اللي يخدمون بالبيوت راح يصلوا إيش كثرهم. كان الوالد أبو يعقوب الرفاعي يقول يا ابني خالد، هذا بعض البلاد لو يوفر له بالشارع 10 دنانير نعمة. فأنتوا إن شاء الله حققوا الأماني، أي والله، بطاعة الله ومساعدة الناس. هذا شهر رمضان شهر المساعدة. لما الوالد كان يقول تشوف واحد تقول له مبارك عليك الشهر، يقول لي يا ابني خالد يعني شهر رحمة تبارك له، فشلون تقول له مبارك عليك الشهر وبعدين تضربه كتف يا راجل. فإن شاء الله يا رب نسمع قرارات حلوة و50-50 أحسن.